اسمعي يا ابنتي واصغي وانسي شعبك وبيت أبيك، فإن الرب قد اشتهى حسنك وله تسجدين. مستعد أنسى شعبي وبيت أبي، المهم إن أنا أذهب إلى حيث يوجد الله، إلى مراعيك الخضراء. اخبرني أين ترعى، لأنك في مراع خضر تربضني وإلى ماء الراحة توردني، ترد نفسي وتهديني إلى سبل البر. طب افرض أنا قدتك إلى طريق الموت زي الشهداء، قدتني في طريق الموت، إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. ما دام هترعاني في وادي ظلال الموت مستعد. المهم اخبرني يا من تحبه نفسي أين ترعى. نفسي تريد أن توجد حيث يوجد الله، نفسي تريد أن توجد حيث يوجد الله، نفسي تريد أن تتبع الله في أي مكان. التحقت نفسي وراءك، المهم تقولي أين ترعى وأين تربض عند الظهيرة. الابن الضال زي لوط مشي في كورة بعيدة منفعش وتعب ورجع تاني، رجع وقال أقوم وأذهب إلى أبي، أقول له اخبرني يا من تحبه نفسي أين ترعى أين تربض عند الظهيرة. يا ريت يكون عقلك متشعلق في ربنا، تبحث هو موجود فين. في كل مكان تذهب إليه قل هلاقي ربنا هنا ولا ملاقيهوش، إن كنت ملاقيهوش بلاش هدور على حتة تانية، السكة دي مسدودة ما توصلش. اخبرني يا من تحبه نفسي أين ترعى أين تربض عند الظهيرة. في بعض خدام لما يجوا يتكرسوا يدوروا على الكنيسة الكبيرة والكنيسة الحلوة والكنيسة اللي ليها مركز الى اخره، وجايز ربنا مش عايز دي، جايز يبعتهم هناك بعيد في القرى في الاماكن اللي محدش يعرفها، هناك الى الذين لا ليس لهم احد يذكرهم. ولذلك اولاد الله الذين ساروا وراءه لم يختاروا لأنفسهم، قالوا له أنت يا رب تختار لنا. المهم أن تخبرني أين ترعى وأين تربض عند الظهيرة، لأنه تحت ظلك اشتهيت أن أجلس. ساعات الإنسان يقول لربنا اخبرني يا رب أين ترعى أين تربض عند الظهيرة، يقولها في فترات الفتور، فترات الفتور، في فترات الضعف، في فترات البرودة الروحية، في فترات تخلي النعمة الإلهية. يشعر الإنسان إن نفسه مش زي زمان، مش أنا بتاع الأيام اللي فاتت. لو نظرت إلى نفسي لأنكرت نفسي، مش هي دي النفس اللي بتحب ربنا، مش هي النفس اللي كانت بتجد لذة مع الله، مش هي النفس اللي كانت بتقول عن ربنا شماله تحت